السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وغنية ومنوعة من برنامجكم اليومي المتجدد. ترحيبكم ونرحب أيضا بمستمعين الكرام عبر تردد 97 FM. مرحبا يا علي. الله يحييك يا خالد، أمسي عليك بالخير وأمسي على مشاهدين ومستمعين قناة الريان. مشاهدين الكرام، في هذه الحلقة نتابع مع ضيوفنا مواضيع مهمة ومميزة لجانب مواكبة الأحداث والفعاليات التي تشهدها مختلف مناطق الدولة. ومن أبرز مواضيع حلقتنا الليلة، حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة. تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء افتتاح محور صباح الأحمد. وزارة التعليم والتعليم العالي تصدر الدليل الإرشادي للطلاب استعدادا للمرحلة الجامعية. خالد، كانت هذه أهم أخبارنا اليوم في حلقتنا من ترحيب. نعم بإذن الله. وفي البداية، فقد استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري صباح اليوم معالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد بحضور حفل افتتاح محور صباح الأحمد. وفي بداية المقابلة نقل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي تحيات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إلى أخيه سمو أمير البلاد المفدى، وبالغ شكره على إطلاق اسم المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على محور صباح الأحمد، وتمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار. ومن جانبه حمل سمو الأمير المفدى معالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح تحياته لأخيه أمير دولة الكويت وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق بدوام التطور والنماء. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها. أما الآن مشاهدي الكرام، ننتقل معاكم مباشرة إلى نديب قناة الريان فيصل المهندي لينتقل معنا أو لينقل لنا أجواء حفل افتتاح محور صباح الأحمد. الكلمة لك يا فيصل، عرفنا شو الأجواء الموجودة عندك. شكرا يا علي، مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين أعزائي المستمعين قناة الريان في كل مكان متواجد في محور صباح الأحمد، حيث سوف يتم تدشين محور صباح الأحمد تحت رعاية وحضور معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء. والحديث أكثر عن محور صباح الأحمد وعن حفل التدشين اليوم، يسرني أن يكون معي ضيفي يوسف عبد الرحمن العمادي مدير شؤون المشروعات بالهيئة العامة أشغال. في البداية مساك الله بالخير ومبارك لكم تدشين هذا المشروع محور صباح الأحمد الذي سوف يتم تدشينه بعد قليل. حدثني عن حفل تدشين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا أرحب في قناة الريان، وصراحة يشرفني أن أنا أكون ضيف لهذا اللقاء وفي هذا اليوم صراحة اللي هو نشهد فيه تدشين محور صباح الأحمد واللي يصادف العيد الوطني لدولة الكويت الشقيقة، عيدها 60 وكذلك عيدها 30 لتحريرها. طبعا الافتتاح هذا تخليد لذكرى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله أمير الإنسانية ولأياديه صراحة البيضاء ومساعيه في الخير، فهذا هو تخليد لذكراه، وأيضا خلنا نقول تقديرا لجهود دولة الكويت الشقيقة ووقفتها طبعا مع الشعب القطري في على كافة الأصعدة. محور صباح الأحمد مثل ما احنا عارفين يمتد من مطار حمد الدولي وصولا الى تقاطع ام لخبه بطول حوالي 29 كيلومتر مكتمله البنيه التحتيه، تضم طبعا مسار خاص للمشاه والدراجات ايضا الهوائيه بطول 50 كيلومتر بالطرق الخدميه اللي يبلغ مجموع اطوالها مع الطريق الرئيسي حوالي 40 كيلومتر. طبعا يتميز المحور في انه يربط تقريبا حوالي 15 طريق رئيسي متعامد مع المحور، كذلك يخدم 25 منطقة سكنية. أهمية المحور طبعا يكبر أنه عبارة عن شريان في الحقيقة يربط المناطق الجنوبية بمنطقة الدوحة وصولا إلى المناطق
الشمالية. القدرة الاستيعابية لمحور الصباح حوالي 20,000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، لو نقارن ب 22 فبراير حوالي 12,000 مركبة في الساعة. يختصر زمن الرحلة حوالي 70%. اليوم لو احنا نبي نتجه من مطار حمد وصولا الى تقاطع ملخبة، الوقت ما يقل عن 50 دقيقة، لكن باستخدام المحور اقل من 18 دقيقة. في تقريبا حوالي 30 جسر تم تطوير 18 تقاطع يحتوي على 18 نفق للسيارات، فيه 7 جسور للمشاة وفي نفقين ايضا للمشاة، والمسطحات الخضراء فيه حوالي 335 الف متر مربع. طبعا رغم التحديات في الحقيقة اللي مرينا فيها، سواء كان من جائحة كورونا او الفترة السابقة فترة الحصار، الا والله الحمد يعني خلينا نقول نفتخر ان احنا قدرنا ننجز هذا المشروع بتكاتف صراحة للجميع 6 شهور قبل الموعد التعاقدي لهذا المشروع. و 60% ولله الحمد من المواد اللي تم استخدامها في هذا المحور كلها محلية الصنع، فهذا في الحقيقة يدعو ايضا للمفخرة. مميزات المحور ان في امور يمكن ما تحصلها في اي شبكة طرق في الدولة، اولها الجسر الحديدي، الجسر المعلق المدعوم به الكوابل الحديدية بطول حوالي 1 كيلو و200 متر، وهو أول جسر من نوعه في الدولة. أيضا عندنا أطول جسر اللي هو فوق تقاطع الوعب حوالي 2 كيلو و600 متر. عندنا أيضا من خلال المحور يمر في أعمق وأطول نفق موجود حاليا في الدوحة اللي هو نفق الريان بطول حوالي 1.5 كيلو وعمق 25 متر، ينتهي بتقاطع ملخبة. تقاطع ملخبة يعتبر الآن هو أكبر تقاطع في الدولة وفي المحور، 4 مستويات يضم تقريبا 9 جسور. فكل هذه الأمور تتميز فيها أيضا يتميز فيه محور صباح الأحمد، ومثل ما قلنا هو إضافة صراحة كبيرة وجديدة لشبكة الطرق، وإن شاء الله خلينا نقول أنه راح يخدم بالفعل شبكة الطرق ويخفف العبء بشكل مباشر عن طريق 22 فبراير. احنا نبي أيضا نتعرف عن شنو راح يكون أهميته لأهم البطولات، خصوصا عندنا بطولات رياضية كثيرة قادمة وأهمها بطولة كأس العالم 2022، كيف راح يخدم شبكة الطرق المؤدية إلى الملاعب؟ لا شك طبعا خلينا نقول موقعه الحساس، وخلينا نقول بحكم أنه شريان يربط المناطق الجنوبية بالدوحة بالشمالية، راح يمر تقريبا أو يخدم بشكل مباشر عدد 6 ملاعب راح تستضيف كأس العالم، بداية بملعب أو استاد راس بعبود، وكذلك استاد الثمامة واستاد الجنوب واستاد المدينة التعليمية وأيضا استاد مدينة خليفة الدولي. أيضا يخدم محطات الريل على سبيل المثال، محطة عقبة بن نافع، محطة فريج السودان، محطة الوعب، ومحطة المنطقة الحرة، فكل هذه المحطات تمر فيها أيضا من خلالها هذا المحور. المحور مثل ما احنا عارفين يخدم العديد من الطرق، خلينا نقول أيضا التجارية، سواء كان طريق سلوى أو وصول حتى أملخبة، المنطقة مكتظة هناك بالمجمعات التجارية، مخدومة صراحة بشكل مباشر وبانسيابية تامة لحركة السيارات. نقول لكم يعطيكم ألف عافية على هذا المشروع الضخم، وبعد قليل سوف يبدأ حفل التدشين، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، ونقول لكم ألف مبروك تدشين محور صباح الأحمد. الله يجزاك خير، مشكورين لكم، شكرا على الاستضافة. إذن أعزائي المشاهدين، بعد قليل سوف يبدأ حفل تدشين محور صباح الأحمد، وكان معي منذ قليل يوسف عبد الرحمن العمادي مدير الشؤون المشروعات بهيئة العامة الشغال، وبإذن الله سوف نبقى معكم وسنافيكم بما سوف يكون من خلال حفل التدشين اليوم الذي سوف يكون تحت رعاية وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني. وبذلك الآن أرجع لإخواني في الاستوديو وألقاكم بإذن الله بعد قليل بعد أن يبدأ حفل التدشين بإذن الله. شكرا يا فيصل، بيض الله وجهك. أيضا نهني دولة الكويت الشقيقة باليوم الوطني ويوم التحرير واللي صادف في 24 و25 من فبراير من كل عام يا خالد. نعم علي، وهذا يعني مثل ما نقول محور صباح الأحمد هو هدية من القلب مقدمة من الشعب القطري للشعب الكويتي، هم شعب واحد بإذن الله. بإذن الله. وفي سياق آخر مشاهدي الكرام، أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني بإدارة التوجيه التربوي الدليل الإرشادي للطلاب للاستعداد للمرحلة الجامعية وسوق العمل للعام الدراسي 2021-2020. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
أصدر قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني بإدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي الدليل الإرشادي للطالب للاستعداد للمرحلة الجامعية وسوق العمل للعام الدراسي 2020-2021. ومن أبرز ما يحتويه الدليل ما يلي: خطوات لاختيار التخصص الجامعي ونظرة عامة على مختلف الجامعات والكليات ونسب ومتطلبات القبول فيها، بالإضافة إلى مواقع التسجيل في مختلف الجامعات الخارجية، وأهم النصائح لطلبة الصف العاشر في اختيار المسار التعليمي المناسب لقدراتهم وطموحاتهم، ومعلومات شاملة عن برنامج الابتعاث الحكومي، بالإضافة إلى أنواع المنح الدراسية للطلبة الدوليين والمواقع الإلكترونية التي تعرف بالتخصصات والمهن وأهم الروابط الإلكترونية للاختبارات الدولية وطرق التحضير لها، هذا بالإضافة إلى محركات بحث عن مختلف الجامعات العالمية. وتهدف الوزارة من إصدار هذا الدليل الإرشادي إلى توعية الطلبة وأولياء الأمور بمختلف الفرص المتاحة للطلبة بعد المرحلة الثانوية، وتوعيتهم كذلك بأهمية استعداد الأبناء المبكر للقبول في مختلف الجامعات والكليات سواء المحلية أو الخارجية، وأهمية الاختبارات المعيارية في القبول الجامعي. نبقى مشاهدينا الكرام مع التعليم، وتحت شعار التعليم والتعلم عن بعد نحو بناء مستقبل أفضل اختتمت جامعة قطر مؤتمرا دوليا افتراضيا حول التربية والتعليم الهندسي وتكنولوجيا التعليم، والذي أشرفت عليه كل من كليتي التربية والهندسة بمشاركة محلية ودولية. يا علي. نعم يا خالد، المزيد عن هذا المؤتمر يسعدنا أن يكون معنا الدكتور أحمد جاسم الساعي، أستاذ تكنولوجيا التعليم في كلية التربية. يا أهلا مرحبا فيك دكتور، في البداية نرحب فيك على شاشة قناة الريان. أهلا وسهلا فيكم يا ويش. مرحبا ومسهلا فيك دكتور. يسعدنا يسعدنا طبعا اللقاء. وإحنا أسعد وأشكركم على هاي. وإحنا نشكرك لتلبية الدعوة يا دكتور. دكتور في البداية لو تعطينا أهمية هذا المؤتمر اللي يعني شارك فيه خبراء ومتخصصين من مختلف أنحاء طبعاً العالم. طبعا المؤتمر مؤتمر التربية والتعليم الهندسي وتكنولوجيا التعليم، هو مؤتمر دولي كما أشرت قبل قليل، وفي نفس الوقت يعني دولي محلي. هذه هو النسخة الثانية من المؤتمر. جميل. النسخة الثانية كانت قبل سنتين ويعقد كل سنتين. نعم. يعقد كل سنة على أساس أنه يعني يعطي فرصة من. وكم عدد المشاركين دكتور؟ عدد المشاركين وصل إلى 100 مشارك في هذه النسخة الآن. في هذه النسخة. نعم. بين أبحاث. جميل. في التربية والتعليم من جهة، وفي التكنولوجيا من جهة، وفي الدمج بين الاثنين من جهة. نعم. وفي نفس الوقت يعني في الأوراق هذه فيها رؤى وفي نفس الوقت فيها أبحاث يعني. نعم دكتور، مثل هذا المؤتمر أهميته شنو إحنا ممكن نستفيد منه في دولة قطر؟ أهميته في دولة قطر أو في أي مكان. نعم. أهمية المؤتمر هذا، مؤتمر التكنولوجيا والتعليم مثلا، أو التكنولوجيا وخصوصا في ظل الجائحة. صحيح. التكنولوجيا هنا لها أهمية شديدة، أهمية جديدة، أهمية فعلا كبيرة، وهي أن التكنولوجيا أنقذت التعليم. صح. يعني هي فعلا المدارس أوقفت ولكن الدراسة لم توقف. صحيح. بسبب التكنولوجيا. التكنولوجيا هي اللي حلت المشكلة. سعد. صح. يعني صح. هي اللي حلت المشكلة هي. يعني شوف الجائحة كانت تنتشر بناء على الاقتراب. نعم. على اللقاء وجها لوجه. نعم. لكن جاءت التكنولوجيا قال لك انا عندي المشكله. نعم. عندي حل للمشكله. تباعد في اي مكان ويجيك الصف المنهج وتدرس ويجيك الصف كل اللي عندك يعني. نعم. يعني فعلا هي التكنولوجيا حلت مشكله الـ 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 اللقاء المباشر. نعم. اللي ممكن ان يتسبب في انتشار المرض. صحيح. طيب دكتور، في نفس السياق يعني لو تكلمنا شوي أزيد، يعني تطرق المؤتمر للمستجدات وتطورات حول تطبيقات التكنولوجيا في مناهج التعليم عندنا في قطر وأساليب التدريس، ما هي الموضوعات التي ناقشها المؤتمر؟ هو ناقش أكثر من موضوع في الواقع يعني. أما إحنا قلنا إذا كانت هناك تعليم ففي بحوث تتعلق بالتعليم،
وفي بحوث تتعلق بالتعليم زائد التكنولوجيا وإدخال التكنولوجيا في التعليم. موضوعات تتعلق بالتكنولوجيا ودورها في جميل. في الجائحة أو حل مشكلة الجائحة، وهذه طبعا هي مشكلة الأساس، يعني أزمة، مشكلة عالمية، مشكلة عالمية، وهو شكلت أزمة للقائمين على العملية التعليمية ككل بما فيهم وزارة التربية والتعليم وكل. فجاءت هذه فعلا لحل هذه المشكلة، والموضوعات كثيرة كما أشرنا يعني في. جميل دكتور. دكتور احنا نتكلم عن يعني أكيد فرصة هذا المؤتمر لتبادل الخبرات، ونستفيد احنا من مثل ما ذكرت تقريبا 100 مشارك من مختلف دول العالم ومختلف الخبرات والدول. ايش احنا يعني ايش خلص عليه هذا المؤتمر، او ايش وصلنا الى الخلاصه؟ شوف يا اخ خالد، خالد اخوك صغير خالد، احلى وسهلا يا خالد. هو 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 بالنسبه الان بالنسبه للاوراق، اوراق البحث كلها، اوراق البحوث كلها، اوراق المؤتمر كلها، كلها تنص على ان هناك يعني في ظل هذه الجائحة لابد من التكنولوجيا تلعب دور. وبالتالي من ضمن التوصيات اللي في ضوء أوراق العمل، أوراق البحوث كلها، من ضمن التوصيات أن إنشاء مثلا منصات إلكترونية جميل تساعد في تساعد في توصيل المادة العلمية إلى المتعلم. ففي نقطة في بالنسبة للمنصات هذه أساسا، يعني إنشاء هذه المنصات، أنا أول إحنا لما نقارن بين التعليم وبين التكنولوجيا، الاثنين ذيلا يعني داخلين في بعض، ما نعم مرتبطين ببعض. وبعدين المنصة تعتبر من 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 التكنولوجيا، ولكن ليست تكنولوجيا التعليم في الواقع. جميل. يعني لكن مع التعليم ومع التكنولوجيا، التكنولوجيا دي بتساعد المعلم أن حتى يعني بتعطي فرصة للتصميم، تصميم المادة العلمية، تصميم الدروس التعليمية بالضبط، وينقلها على، وبعدين مع الوقت قد يجد نفسه فعلا هو متمكن من هذه. نعم دكتور، أنا بس هاي النقطة يعني أنا يمكن لي خبرة في مجال التعليم، يمكن المعلم لما يقابل الطلبة في صف عادي نفس ما احنا متعودين، هناك وسائل لتوصيل المعلومة، وسائل تعليمية لتوصيل المعلومة. طبعا الوسائل التعليميه ممكن تكون لوحه، ممكن تكون تجربه او غيرها، لكن المنصات الالكترونيه ممكن انا ابدع فيها باي وسيله تعليميه توصل، يعني تخدمني التكنولوجيا في توصيل المعلومه للطالب. هذا اللي انت بتوصل له دكتور، تبي تقوله بهالطريقه فهي تساعد التعليم. نعم هي لما تكون هناك منصات جاهزه يعني، ومنصات فعلا تتيح الفرصه للمعلم ان ينجز. نعم يعني مش شرط، يعني هو ليس عليه ان يذهب الى زيد وعبيد او جميل. مكان ومكان، هو في بيته عنده كمبيوتر ويصمم كما يريد. يقدر. هو اساسا عنده تصميم. ها. المعلم عنده اساسا تصميم وعنده درايه باعداد الموقف التعليمي ككل. صحيح. فبالتالي لما تكون هذه المنصه وهو في بيته قاعد يستفيد من هذه المنصات كلها وينقلها الى، لكن هل ما تشوف دكتور ان هذا ممكن يسبب تحدي اخر؟ أو يعني استخدام التكنولوجيا اللي احنا مش متعودين عليه، حتى عيالنا يمكن الان لما يفتح مش متعود انه يسمع مباشره من المدرس او من صحيح. المعلم صحيح. ولكن لما يكون في البيت هذا يمكن بعد تحدي اخر للمعلم ايضا. لا شك، ما هو اللي قاعد يصير، اللي فعلا قاعد يصير في في في, في الدوله وفي كل مكان، يعني ان الطالب واشتراك الطالب معك اصلا. نعم. الطالب قد يكون في فراشه. نعم صحيح. وانت قاعد بحث تلقي صحيح. فهي فعلا كنترول صعب، فعلا هو تحدي. طيب دكتور هني في يعني انا اسف قطعتك في اخر سؤال بس دكتور، على كامر قواعد اللعبه يعني تغيرت. نعم. يعني اصبح التعليم عن بعد غير التعليم داخل الفصل لوجه. او وجه لوجه. السؤال اللي يطرح نفسه دكتور، ايش الاستراتيجيه القادمه اللي تتوافق يعني تتوافق مع التوجهات العالميه؟ ايش التطوير الجديد؟ شوف يا اخ علي، التطوير الجديد احنا في الواقع يعني لابد من المعلم ان يتواكب مع التطور هذا. جميل. لابد ان يثقف نفسه تكنولوجيا ويتعامل مع هذه المنصات، وعنده الخيارات موجوده، يعني ممكن يستخدم يوتيوب لتوضيح نقطه غير قادر على توضيحها بدونه. جميل. يعني في المدرسه قد لا يستطيع ان يستخدم يعني قد يستخدم مثلا واقع افتراضي. الواقع الافتراضي يخلي الطالب يعيش معايشه كامله للحدث كله. فبالتالي يعني
انا ممكن عنده خيارات عنده خيارات عنده خيارات كبيره عنده خيارات والمواقع الافتراضي ممكن من خلال المنصات يمكن من خلال منصة تتواجد يعني هو يدخل على مواقع شيء وشيء وشيء ويكون درسه ويكون معلوماته ويكون الموقف التعليمي ككل وبالتالي ممكن ان ينقله فبالتالي اللي قاعد يصير يعني في نواقص الان اكيد نعم دائما دكتور التغيير صعب انك تغير التغيير صعب نعم صعب التغيير احنا متعودين على وغير مقبول وغير مقبول بالضبط يعني التغيير صعب وغير مقبول واحنا متعودين على الدراسه ان الواحد يروح الفصل ويجلس ويحضرونه حضور او غياب كله يدوي كله مباشر حتى الاسره في البيت خالد نعم. حتى الاسره متعوده لكن الجائحه يمكن هي كانت الدافع الاساسي لتحول التعليم عن بعد وأنا من وجهة نظري يعني من قبل أشوف أن التعليم عن بعد يوفر الجهد والوقت يوفر هو المال هو يوفر الجهد وهو في إيجابيات كثيرة لكن المشكلة استغلاله يعني إذا لم يشتغل صح فبالتالي أنت ضيعت الطالب أصلا مثل ما قلنا التفاعل وين التفاعل بين المعلم والمتعلم التفاعل مباشر غير موجود مش موجود نعم صحيح هناك موجود أصلا هناك عيوب نعم وقد يكون سلبي. الطالب غايب بس مسجل حضور صحيح يعني هذه نقطة فلكن أنا كمعلم يعني بالفعل ارتاح واتفاعل واشعر بنوع من المتعه لما يكون الطالب قدامي واشوف نعم. اثر ما اقوله على وجهه صحيح هذه غايبه صحيح في 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 التعليم عن بعد غايب صحيح. لكن ننظر الى السؤال اللي يطرح نفسه هنا هل يستمر التعليم عن بعد حتى لو انتهت الجائحه انا بودي يستمر صراحه هو انا بودي يستمر هو يعني انت بودك يستمر لكن انا اتكلم عن التفاعليه وين نعم في ضوء غياب التفاعليه اذا انت ما سويت شيء يعني دائما دكتور يمكن الواحد يحط نفسه في المشكله ويجد لها حلول اكيد راح توجد حلول للتفاعل لا اكيد مثل ما ذكرت انت دكتور تطور ايضا العالم الافتراضي ممكن انا اكون مع الطالب انا معاه انا كمدرس صحيح. معاه في عالم افتراضي ونوصل للهدف او للمعلومه اللي احنا نبغيها في الختام دكتور يعني هل لديكم خطه لتطوير المناهج وطرق التدريس في كلية التربية بجامعة قطر؟ والله شوف هو ليست خطة رسمية ولكن خطط عند كل أستاذ يجتهد ويتفاعل مع الموقف فبالتالي قد يعني مع الوقت يجد نفسه فعلا نعم. أنه قادر على أن يحسن ويحسن ويعرض تحسيناته على الإدارة ربما الإدارة تتبنى هذه الخطط نعم. فيما بعد وأي خطة دكتور إحنا ممكن نتبناها متاحة في دولة قطر بسبب البنية التحتية الموجودة صحيح البنية التحتية موجودة لا شك وفي يعني في كلام لافتتاحية المؤتمر جاء الدكتور إبراهيم نعيمي إبراهيم نعيمي وعرض كل التحديات التي واجهت نعم. التعليم في قطر عن بعد وانتقل بها شيئا فشيئا يعني إلى أن يعني فعلا من هذه الورقة تبين لنا أن هناك فعلا تحديات كثيرة وأن هناك جهود كثيرة بذلت لحل هذه المشاكل ولا زالت هناك مشاكل طبعا صح نعم صحيح. نعم ولكن كل المشاكل بإذن الله محلولة في ظل قيادتنا الرشيدة نعم. وفي ظل دولتنا اللهم آمين اللهم لك الحمد الدكتور أحمد جاسم الساعي أستاذ تكنولوجيا التعليم في كلية التربية شرفنا باللقاء معكم الله يحييك شكرا جزيلا اللقاء شكرا يا دكتور نعم مشاهدينا الكرام فاصل قصير ابقوا معنا رجعنا لكم مشاهدي الكرام لكل ما تبقى حلقتنا من ترحيب ومستمرين معاكم ونتابع وقائع حفل افتتاح محور صباح الأحمد حيث يتم الافتتاح بحضور معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومعالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة وبهذا التدشين مشاهدينا الكرام تأتي الدوحة إلى أن تخلد ذكرى أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد رحمه الله والذي تكللت جهوده بلم الشمل الخليجي ليصبح المحور شاهدا على بصمته في إعادة إحياء البيت الخليجي كما أن محور صباح الأحمد هو أول طريق في قطر يطلق عليه اسم محور بدلا من طريق نظرا لأهميته الكبيرة
ومواصفات بنائه الفريدة، وجاءت تسمية محور صباح الأحمد بتكليف من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث قام بتدشينه آنذاك رئيس الوزراء السابق معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بمشاركة الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح ممثل أمير الكويت، وذكر أن تسمية الطريق باسم أو تسمية المحور باسم الشيخ صباح جاءت تقديرا لمواقفه الحكيمة وجهوده المتواصلة للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة ولم الشمل الخليجي، ويعد محور صباح الأحمد بمثابة رئة الدوحة، حيث سيعمل على الحد من الاختناق المروري الذي يشهده طريق الدوحة السريع، خاصة شارع 22 فبراير، كما يعتبر الطريق الجديد شريانا حيويا، وسيوفر طريقا بديلا وموازيا يخدم الآلاف من مرتدي الطريق يوميا بين جنوب الدوحة وشمالها. محور الصباح الأحمر صباح الأحمد علي. نعم خالد، وإحنا نتابع هذا الاحتفال الكبير، افتتاح محور الصباح الأحمد شريان الحياة لدى الطرق في قطر أيضا، ويختصر هذا الشريان زمن الرحلة إلى النصف، وفي وقت المونديال سيحمل القادمين أو العائدين من ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، واللي يربط بين معظم الملاعب مثل استاد راس أبو عبود وأيضا استاد الثمامة وأيضا استاد الوكرة واستاد خليفة الدولي واستاد المدينة التعليمية. كما أرجو من جميع الحضور البقاء في مقاعدهم. حبيبي ما تذكر العالم على نعم. مشاهدين الكرام، شفنا هذا الافتتاح الكبير، افتتاح محور صباح الأحمد اللي يعتبر شريان الحياة للطرق الجديدة في قطر، الطرق اللي راح تكون هي عنصر أساسي لاستقبال الجماهير على مستوى العالم في بطولة كأس العالم خالد 2022. نعم، هذه ميزة، وأيضا مثل ما ذكرنا في التعليق اللي كنا نقوله عن افتتاح وتدشين هذا المحور بأنه رئة أو رئة الدوحة. صار نرجع الآن إلى لقطات مباشرة ثانية مشاهدينا الكرام لافتتاح هذا المحور. الاطلاع على تفاصيل المشروع يعرضها المهندس يوسف العمادي. راح أسيك طويل العمر وبارك بالعيد الوطني، ونتمنى لكم إن شاء الله دائما التقدم والنجاح والازدهار. يشرفني صراحة اليوم تواجدي معاكم، وإني أقدم نبذة سريعة وبسيطة هذا محور صباح الأحمد. محور صباح الأحمد يمتد من مطار حمل الدولي وصولا إلى تواضع النخبة. مثل ما شفنا في طبعا يميز المحور كل المعارف الإنجليزية في منطقة الدوحة وصولا إلى المعارف الإسلامية. كان الشيخ هذا المشروع في شهور قبل الموعد التعاون نعم مشاهدينا الكرام، شفنا وقائع تدشين محور صباح الأحمد الجابر الصباح بحضور معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة. المشاعر طيبة ونهني البلدين على هذا الإنجاز. مثل ما ذكرنا مميزات محور صباح الأحمد الجابر الصباح يا علي، ونقول مبروك لدولة الكويت وأيضا مبروك لنا احنا في دولة قطر. ما
مثل ما قلت يا خالد، يعني مشاعر أخوية تجمعنا مع دولة الكويت الشقيقة، اللي يعني شفنا اليوم افتتاح هذا المحور اللي يكون هو الشبكة الرئيسية لطرق فعاليات القادمة، فعاليات كأس العالم وأيضا ما بعد كأس العالم في رؤية قطر 2030. علي، وفي النهاية بس نقول يعني محور سمي على صباح الأحمد الجابر الصباح، جعل مثواه الجنة. إن شاء الله وجعل جنة الخلد بإذن الله. اللهم أمين. نعم مشاهدي الكرام، وفي سياق آخر أكد عدد من الشباب ومديرين المراكز الشبابية أن تمكين الشباب من شغل المناصب القيادية بالمراكز الشبابية عن طريق الانتخاب يعد أفضل خيار للنهوض بتلك المراكز وإتاحة الفرص للقيادات الشابة لإطلاق قدرتها وتفعيل دورها. خالد. نعم علي، الحديث أكثر عن انتخابات هذه المراكز يسرنا أن يكون معنا السيد عبد الله بن عيسى الكعبي، رئيس مركز شباب الكعبان، ليحدثنا عن هذه التجربة الانتخابية. مرحبا وسهلا فيك أبو عيسى معنا. مرحبا وسهلا فيك أخوي خالد. يا مرحبا أبو عيسى. في البداية يعني نود الحديث معك عن تجربة مركز يعني شباب الكعبان في المسألة الانتخابية وتفعيل دور الشباب في هذه الانتخابات. أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مثل ما احنا عارفين مركز شباب الكعبان صارت فيه الانتخابات في سنة 2019 شهر 11، والحمد لله تكللت هالانتخابات بالنجاح، ومن وقتها صرت رئيس للمركز. سابقا كنت مدير تنفيذي للمركز ما شاء الله. وللأمانة احنا نحث الشباب وندعوهم، ووزارة الثقافة والرياضة مشكورة طرحت اللي هو الانتخابات للمراكز الشبابية لدعم الشباب توصيل صوتهم في هذه الانتخابات، وهالانتخابات تكون امتداد ل يعني زرع الثقة في الشباب. جميل. لأن احنا مقبلين على انتخابات مجلس الشورى في الفترة القادمة، فهاي مثل ما نقول تأهيلية للشباب يجربون نوع الانتخابات والعملية الانتخابية اللي راح تصير بإذن الله. نعم أبو عيسى، يمكن الفترة المقبلة تشهد إجراء الانتخابات في 6 مراكز شبابية، يلا تحدثنا عن أهمية هذه التجربة في اختيار مجالس إدارات المراكز الشبابية. صحيح. بالنسبة للتجربة الانتخابية احنا ناخذها مثل السلسلة. أول شيء اللي هو العضو العامل في المركز، طريقة اختيار أو العضو العامل في المركز أنه لازم يسجل كعضو ما يقل عمره عن 18 سنة، وما يكون كانت في جريمة بحقه أو أخل بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه يعني حقه في هذا الأمر، وتقديم الطلب يكون في المركز نفسه. ومن بعدها نروح لطريقة الترشيح للرئيس ونائب الرئيس في المركز، لازم يكون هو عضو عامل أيضا في المركز، بس بحكم النظام الأساسي الجديد ما يحتاج يمر عليه 3 شهور، لأن هاي تجربة جديدة على المراكز الشبابية، مش مثل الأندية الرياضية اللي صار لها فترة طويلة في هالمجال. من بعدها عندنا أيضا اللي هو عملية الانتخابات، لما الشخص يرشح نفسه بطلب إلى إدارة المركز، لابد إدارة المركز تشوف تنظر في هذه الطلبات. أيضا الشروط أنه لازم يكون فوق 21 سنة إلى 39 سنة من فئة الشباب نفسهم. هاي آلية التسجيل. هاي آلية التسجيل يكون من فئة الشباب نفسهم. وأيضا عندنا اللي هو ما يكون في جريمة بحقه، مخل بالشرف أو بالأمانة ما لم يرد إليه حقه. ومن هذه الأمور. طيب أبو عيسى، هني لو تكلمنا معاك يعني شلون تفاعل الشباب معاكم، الإقبال على هذه الأمور؟ يعني ما شاء الله مركز يعني شباب الكعبان في فعاليات كثيرة سابقة قبل جائحة كورونا، وأيضا فعاليات عن بعد في ظل الجائحة، شلون إقبال الشباب على هذه الانتخابات؟ شوف الحمد لله يعني الانتخابات صارت قبل الجائحة فترة بسيطة. جميل. أنا بقول لك عن آلية الانتخابات نفسها. آلية الانتخابات نفسها لازم تكون 50% بلس 1. حلو. يعني على سبيل المثال لو إحنا اليوم عندنا 80 عضو، لازم يكون 40 زائد 1. في حال إن ما تواجد 40 زائد 1، يؤجل اجتماع الجمعية العمومية لمدة أسبوع. جميل. ويكون الربع يعني 20 بلس 1. إذا ما كانوا موجودين يؤجل لمدة ساعة، ويحق للي كانوا موجودين يتخذون القرار في ترشيح الرئيس ونائب الرئيس.
ولله الحمد احنا تجربتنا الانتخابيه كانت جدا ممتازه، ويعني المنافس كان منافس قوي للامانه. جميل. والحمد لله يعني كان فرق الاصوات يعني شيء بسيط، ونجحت العمليه الانتخابيه كانت باشراف وزاره الثقافه والرياضه ايضا. نعم ابو عيسى، في الاخير يعني انت تشوف او كيف ترى دور المراكز الشبابيه في تنميه قدرات الشباب؟ شوف المراكز الشبابيه تعتبر شيء مهم للشباب نفسه، لان من المراكز الشبابيه احنا نقدر ننشا قيادات للدوله. واحنا ايضا في مركز شباب الكعبان طرحين برنامج يخدم العمليه الانتخابيه، وباذن الله يعني خلال الشهور الجايه بيكون موجود هذا البرنامج. نعم عبد الله تفضل علي. تفضل خالد. نعم عبد الله، نبغي نشكرك على تواجدك معنا اليوم، ان شاء الله يوفقكم يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك. شكرا اخوي عبد الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ابقوا معنا. مستمرين معاكم مشاهدي الكرام، لكن في إنجازات أخرى، لكن في سياق آخر. حققت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الرصد والمختبر البيئي بقطاع شؤون البيئة العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية. تأتي هذه الإنجازات في الوقت الذي تحتفل فيه الدوحة باليوم البيئي القطري الذي صادف في 26 من شهر فبراير. خالد. نعم علي، للمزيد عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا السيد علي بن جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية وزارة البلدية والبيئة. مرحبا وسهلا بك أبو جاسم معنا في تراحي. يا مرحبا وغلا أبو جاسم. في البداية يعني قطر اليوم تحتفل في 26 من شهر فبراير باليوم البيئي القطري، ما أهمية هذا التخصص في اليوم البيئي القطري أو التخصيص لهذا اليوم؟ نعم الله يسلمك، دولة يعني حطها عناية كبيرة بالبيئة، وفيها أيام كثيرة تحتفل بالبيئة، تعكس هذه الأيام هذه والاحتفالات. نعم. والمعارض كلها على اهتمام الدولة بالبيئة عامة يعني. اليوم البيئي القطري هو واحد هذه الأشياء اللي تبين يعني اهتمام الدولة، اهتمام الدولة، اهتمام وزارة البلدية والبيئة بالبيئة بشكل عام. نعم ابو جاسم، لو نتكلم عن يعني الاداره شلون تتاكد من سلامه جميع السواحل وسلامه المياه على طول السواحل في دوله قطر. صحيح، اداره الرصد والمختبر البيئي في القطاع البيئي وزاره البلديه والبيئه عندها برامج كثيره، من ضمنها برنامج اسمه برنامج الرصد الساحلي اللي هو يهتم بالبحر. احنا المسمى ساحلي لان ناخذ نقطه تقريبا حول نص كيلو من السيف. جميل. لأن عندنا برنامج ثاني اسمه شاطئي اللي هو اللي هو السيف نفسه. أي. فالساحل ما يقصد فيه السيف، يقصد فيه البحر. أي. فإحنا سواء كان شاطئ أو ساحلي أو إقليمي أو تربة، إحنا عندنا برامج تغطي كل المناطق. لو قلنا مثلا الساحلي فيه تقريبا 14 موقع يبدأ من العديد وينتهي لين سلوى. جميل. العديد ينتهي لسلوى، يعني ياخذ لفه كامله، ياخذ لفه أي. كامله على قطر. يقول العديد لسلوى قريب. لا على البحر احنا قلنا. نعم. نتكلم عن الساحل. اي نعم. اي نعم. تقريبا من هذا تكلم عنه ابو جاسم نص كيلو اللي هو الرصد الساحلي تقريبا من السيف. من السيف. والشاطئ اللي هو قارب. شاطئ على السيف على طول على السيف. اي نعم. هنا تاخذ قراءه وهناك تاخذ قراءه. تاخذ عينه من التربه. نعم. وتاخذ قراءات. نعم. ونفس الشيء البحر تاخذ عينه من الماي وتاخذ قراءات، وفي شباك اللي هو تجمع يسمونه الزوب بلانكتون والفايتو اللي هي العوالق الحيوانيه والنباتيه. اي نعم. هذه هاي تعطيك مؤشر، تعطيك يعني في اشياء على طول ناخذها من اللي هو مثلا الكمبيوتر اللي يسمونه بروب. ينزل هذا يعطيك تقريبا قراءات كثيره اللي هو كيميائيه على الحراره والفيزيائيه. ابو جاسم انت تكلمت عن نقطتين او فحصين. نعم. واحد. نعم. على السيف واحد في الساحل اللي هو نص كيلو. بعد. نعم. تكلمت عن في الاقليميه. الاقليميه شنو هي؟ الاقليميه هذه نطلع فيها في السفينه، سفينه جنان. ابعد هي بعيده تقريبا عن الحدود. اي اي نعم تقريبا. بعد وفي تربه 16 موقع. التربه تقصد التربه البحريه ولا التربه؟ لا البر قطر عندنا كله كامل. اي هاي انا بالنقطه بعد تقريبا 52 موقع ناخذ. مواقع تكون قريبه مثلا من المصانع، قريبه من الروض، قريبة من السيف،
قريبة من تجمعات المدن السكانية والمدن الصناعية، بس ما ندخل داخل المدن، احنا برا، لان احنا معنيين بس بالبيئة. اعذرني على كثر اسئلتي، انا جدا مهتم بالبيئة صراحة. انا الحين انتم تاخذون هذه العينات كل سنة؟ مرتين في السنة. مرتين في السنة، هل المؤشرات في تصاعد او في يعني شو المؤشر؟ هل المؤشر مؤشراته الحمد لله يعني في حالة طيبة بالنسبة لحالة البيئة، يعني جيدة، ما في يعني ما في أي مشاكل الحمد لله رب العالمين عندنا في البيئة يعني. اللهم لك. كلها مراقبة، كلها يعني أي مثلا لو قلنا مثلا في مثلا مناطق فيها أحيانا يكون مثلا في بلاغات يبلغون على مثلا الناس، في مثلا حد مصب مثلا نزل مثلا مادة تغير لون البحر فيها. جميل. مثلا أحيانا الكورنيش أو تلوث، يقول لك هو يعتبر تلوث لكن هو ما يعتبر تلوث، يكون مثلا تغير لون البحر، تغير لون البحر يكون بتراب أو طين. نعم. أو شيء، احنا نطلع ناخذ عينات واذا فيها يعني مواد يعني سامه او شيء نرجع للجهه دي ونكلمهم ونعاقبهم في مراقبه وفي. طيب وجاسم هنا يعني يسعنا ان نسالك سؤال ثالث، اللي هو يعني في الفتره الماضيه اطلقتم العديد من برامج المراقبه من جوده البيئه المائيه القطريه، ابرز الانجازات التي تحققت في هذا الصدد؟ الحمد لله رب العالمين، احنا تقريبا كل مشاريعنا قايمين فيها تقريبا يعني بنسبه 100%، الا بعض المناطق اللي صار فيها مثلا مشكله احنا بخصوص كورونا مثلا ما قدرنا ندخلها، او يكون مثلا يطلبون فحص قبل وبعد وكذا، لكن المناطق اللي ما فيها ما شاء الله ما فيها يعني هاي الاجراءات هذه على طول احنا ناخذ العينات. عندنا برنامج شهري حق البحر بعد غير البرامج اللي قلت لكم عنها، لها خمس اماكن شهريا ناخذ منها عينات بحريه ويطلع تقرير يروح حق سعاده الوكيل بان يعني بالحاله الموجوده في البيئه، والحمد لله رب العالمين. يعني بجاسم انتم يمكن شغلكم اكثر ميداني دائما في نعم، كلها طلعات وكلها جمع عينات ومناطق مختلفه ومختبر يعني. طبعا عندنا بعد نفس الاداره عندنا مختبر البيئي، يعطيكم العافيه. بعد ما شاء الله يعني تعبانين وما يقصرون في تحاليل يعني هذا اهميه البيئه ابو جاسم، هي ارث اللي ورثناه من شيباننا من ابائنا ومن اجدادنا، هذا ورث لنا فاحنا لازم نحافظ عليه، وانتم الاداره المعنيه بهذا الشيء واحنا كلنا معاكم. صحيح. في هذا الشيء يمكن بعض السلوكيات الخاطئه اللي تخرب او تدمر البيئه. صحيح. اللي احنا ما نرغب فيها نوصلها للمشاهد بان انت هذا ارثك، هذا ارث للجميع للمجتمع. صحيح. كله. صحيح. ايش ابرز المخالفات اللي ممكن انتم ترصدونها ابو جاسم؟ يعني احنا ما لنا علاقه يعني مباشره بالناس. يعني المخالفات لها جهات ثانيه اللي هي المحميات والحياه الفطريه والتفتيش الصناعي هم يخالفون مباشره، احنا بس مجرد عندنا محطات ناخذ منها عينات. جميل. يعني ونحللها ونطلع تقرير يطلع. احنا نذكر قبل بجاسم. نعم. قبل كان يلوف قار صدقت على السياف. السياف الان. نعم. الان مش موجود هذا الحمد لله رب العالمين بسبب يمكن القوانين اللي وضعت والله يعني ممكن يكون مثلا اسباب الحروب اللي صارت قبل والاشياء. نعم. هذه. لكن حاليا في جهه مراقبه اللي عندنا مثلا روبمي، جهه هي منظمه خليجيه فيها كل الدول المطلعه على الخليج وعندها اقمار صناعيه 24 ساعه، اي تلوث صار كان مثلا حادث مثلا بحري قار. نعم. مد الاحمر يعطونا بلاغ بان استعدوا بتكيك النقطه هذه الحمد لله رب العالمين، الامور يعني مسيطرين عليها يعني. الله يوفقكم ان شاء الله يا السيد علي جاسم كوي رئيس قسم جوده البيئه المائيه وزاره البلديه والبيئه، شكرا جزيلا. الله يحييك. مرحبا. نعم مشاهدينا الكرام، وبذلك كن يعني نهينا حلقتنا اليوم من ترحيب، نلتقي معاكم في ايام قادمه ان شاء الله. في امان الله. مع السلامه.